كل حاجه طب جميله. بما ان احنا برضو حياتنا دلوقتي بقت برضو ملتزمه بحاجه اسمها الاتيكيت طول الوقت، اتيكيت في الاكل واتيكيت في الشرب واتيكيت اتيكيت، فبرضو احنا معانا رضوى عشان نعرف منها اكتر عن موضوع الواتساب والاتيكيت، ازاي نتكلم على الواتساب. ازيك يا رضوى؟ منورانا يا فاروق. اهلا، ازيك يا رضوى؟ انا طبعا ان فاروق ونوره يا رضوى وحشتيني قوي، يعني مش عارفه اقول ايه. وحشتيني قوي يا رضوى ومفتقدينك بقالنا كتير. انت وحشاني من هنا للسنه الجايه، يعني كلكم وحشاني بصراحه، بس نوره اكتر بصراحه برضه. ليكي وحشه كبيره يا رضوى. ده خطيب بيرمي الماسة كده. ايوه عشان حبايبي. قولي لنا يا رضوى، طيب يعني شايفة ان في اتيكيت معمول للسوشيال ميديا او بالاخص يعني الواتساب، الكلام ده فعلا حقيقي؟ طبعا، هو فكرة ان يبقى، بصي يا فاروق، هي فكرة ان يبقى في اتيكيت لكل حاجة، دي حاجة حقيقية جدا علشان تحدد العلاقة اللي بيني وبين الاخر. هو الاتيكيت مش شوكة وسكينة بس، والاتيكيت هو قواعد وقوانين متعلقة بالرقي والسمو في التعامل، عشان لا ضرر ولا ضرار، يعني انا ابقى ما ضايقش اللي قدامي وانا ابقى مرتاحة في التعامل. فزمان ما كانش في حاجة اسمها اتيكيت للسوشيال ميديا ولا الواتساب ولا كل الكلام ده، انما دلوقتي خلاص هو بقى جزء كبير من حياتنا، فكان لازم يتحط له قواعد وقوانين واتيكيت. فطبعا هو الواتساب ليه اتيكيت طبعا. طب ايه ابرز، يعني مش عايزه اقول خطوات، بس ايه ابرز الحاجات اللي ممكن نقول عليها اتيكات يتماشى مع فكره السوشيال ميديا؟ نورا انا مش سامعه الصوت، انا عندي مشكله. سامعاني؟ الصوت مش كويس رضوى ولا ايه؟ ايوه سامعاني كده يا رضوى؟ سامعاكي احسن كتير. بقول لك ايه ابرز الحاجات اللي ممكن نقول عليها اتيكات وفي نفس الوقت يتماشى مع فكره السوشيال ميديا بشكل عام؟ تمام، حلو قوي بقى السؤال ده. بصي يا ستي، اول حاجه المواعيد اللي انا ببعت فيها الرسائل على الواتساب. يعني ما ينفعش اكون نايم بالليل الاقي حد باعت لي نوتيفيكيشن او سامع صوت الواتساب بيرن الساعه 2 بالليل. ده خطيب، ده مش حد. 5 الفجر خطيب. بيبدا يوم 4 الفجر على الواتساب. انت بتعمل كده خطيب فعلا؟ انا ليا قاعده معاك. ما هو الكلام يا رضوى، الكلام ده لما يكونوا هم نايمين انا بكون عارف ان هم صحيين. انا بصحيكوا. عديت الاتيكيت اهو، يعني انا عديت الاتيكيت اهو. فهو الفكره في انه الواتساب عامل زي البيت بتاعك، فانا ينفع اخبط عليك الساعه 2 بالليل الا لو كان حاجه فيها ارجنسي عاليه، او انا متاكد ان انت في اللحظه دي مستنيني. للدرجه دي رضوى بجد؟ يعني للدرجه دي؟ انا بتعصب لما حد يبعت لي بالليل متاخر والاقي حاجه مش مهمه. يعني واحد افتكر حاجه، واحد بيستنجد بيك، واحد عايز يبعت لك حاجه عشان ما ينساش قبل ما ينام ويصحى مثلا. ايوه طبعا، لان كل ما يثير القلق عند الاخر هو بره نطاق الاتيكيت. فانا لو انا مش متعود ان انا ابعت لك، يعني الطبيعي ان احنا بنبعت من عندك، هي في قاعده كده من 10 ل 10، من 10 الصبح ل 10 بالليل تقدر تبعت فيها. طب انت ايه اللي يخليك تبعت لي الساعه 1 بالليل الا لو في مشكله؟ فانت فكون ان انا اسمع رنه الواتساب دي بتعمل قلق، بتحط عليا شعور قلق. فكل ما يثير القلق هو بره نطاق الاتيكيت. بس ده يعني مع الناس اللي احنا ممكن يعني بيننا وبينهم في حدود شويه، صح؟ ولا برضه مع الصحاب ومع المقربين ومع كل حاجه؟ هي برضه بشكل عام يا فاروق، هي بشكل عام يعني غير مستحب، الا لو مثلا احنا بنعمل مثلا عندنا حلقه وانا عارف ان نورا صاحيه دلوقتي ومستنياني. تمام. فانا ساعتها ممكن ان انا اعمل ده. احنا ده بناء على ايه برضو؟ بناء على اتفاق مسبق. لكن مفيش اي اتفاق مسبق والاقي ان في رساله جايه لي بعد الساعه 10 بالليل، طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه العلامات الاستفهام، يعني انت انا بعت رساله وبعدين الشخص اللي قدامي ما ردش. 5 علامات استفهام ورا بعض واربع نقط بالظبط وعلامتين تعجب. انا بطرده علامات استفهام، انت فين؟ انت في ايه؟ طب انت ايه؟ طب هو ايه الموضوع؟ طب مش بترد عليا؟ دي المطاردات دي برضو بتثير الضغط، والضغط عند الاخر ده برضو خارج نطاق الاتيكيت. الحاجات اللي هي الصور الثابته اللي انا بعملها، اللي هي بتاعه القرايب اللي بيبقى جروبات العائلات، صباح الخير، اللي تبقى كلها صور. صباح الخير ووردة الالوان. ايوه بس دول برضه يا رضوى، معلش يا بيبو، بس يعني دول بتالي يعني يا رضوى اللي هم اللي في العيله، اللي هو الخالات بقى والعماش. لا هي مش بتتكلم على العيله، هي بتتكلم انه انا اخد الصور دي وابعتها بقى للناس. يعني بتكلم الناس الكبيره شويه يا رضوى، متهيألي مش عارفين التفاصيل دي قوي، بيعملوها باحساسهم شويه على ما اعتقد. يعني
ما هي الفكره في انه اللي بيحصل انه انا ببقى خايف. احنا دايما بنفكر في نفسنا، انا عايز اعمل كده، طب بس الاخر فين في حياتنا؟ يعني بشكل عام هو فين الاخر؟ انا لما مثلا يا فاروق اخدك دلوقتي احطك في جروب بتاع بيع بعض المنتجات مثلا، مره واحده لقيت نفسي في الجروب ده. احنا فين يا جماعه؟ في ارقام غريبه ما اعرفهاش وناس تانية، ومره واحده انت متدبس في الجروب ده. يعني هتلاقيه بيبيع في الاخر مثلا حاجات تخص البنات مالكش علاقه بيها. بالظبط. فهنا في اتيكيت في الحاجتين، في اتيكيت ان انا لو انا فضلت ان انا عايزه احطك او انا شايفه ان انت ممكن يكون هذا المنتج او هذا الجروب مفيد بالنسبه لك بشكل او باخر، لازم قبلها اسبق وابعت لك رساله على فكره في جروب كذا كذا كذا، هل تحب ان انت تدخل فيه ولا لا؟ فده في هنا في اتيكيت عند الشخص اللي بيقوم بالعمليه دي. طب الشخص بقى اللي اتحط او انت خلاص قلت طب اوكي انا الجروب ده بالنسبه لي، وبعدين لما دخلت لقيت ان انت مش مناسب ليك، مش عاجبك، مش مرتاح، فبتبعت رساله للشخص اللي دخلك او اضافك، انا بستاذنك انا هطلع بره الجروب علشان السبب اللي انت بناء عليه مش عايز تتحط جوه الجروب ده، فهل تحب انت تطلعني ولا اطلع انا؟ لانه في النهايه برضو هي في النهايه انت بتحاول تحافظ على علاقاتك بالناس بقدر الامكان. في ناس كتير جدا بتزعل ان انت طلعت بره الجروب من غير ما تقول لهم. هو في دماغه خطه مش قايل لك عليها بشكل او باخر، فهنا لازم نراعي الاخر بكل الطرق. نعرف حد كلنا نعرفه، الحد ده بيطلعنا من الجروب قبل عيد ميلادنا. ازاي كويسه؟ يعني يطلعك من الجروب قبل عيد الميلاد عشان يتفقوا على الهديه ومكان السهر اللي احنا هنسهر فيه او هنخرج فيه. كده نبقى عارفين يعني نبقى عارفين خلاص ان احنا خرجنا عشان عيد ميلادنا. عشان في غاره في غاره دلوقتي. طيب رضا برضه عايز اسالك على حاجه، لان هم بيتهموني ان انا دايما بخش ابعت في اوقات غير مناسبه، مع ان ده من باب الاجتماعيه والتواصل الاجتماعي. لا وبيبعت يا رضوى فيديوهات كوميديه على جروب شغل، ده ينفع؟ لا انا مش سامعه السؤال. ما عشان السؤال ده بتاعي حضرتك مش سامعاه. لكن لا انا بقول لك دلوقتي، هل في طريقه نستاذن بيها؟ يعني انا النهارده عايز اخش ابعت على الجروب فيديو كوميدي لسه شايفه حالا على تيك توك، تمام ولو خلاص طلعت من التيك توك مش هعرف اجيبه تاني الفيديو ده، فخلاص عايز اضحك بقى اصحابي معايا، والوقت ده مثلا الساعه 3 الفجر ماشي، لان انا من 10 ل 10 دي ببقى نايم. انت بره الاتيكيت يا حبيبي. يا تشيلوا الاتيكيت من حياتي يا تدخلوني معاكم في الاتيكيت. فازاي انا استاذن الجروب كله؟ يعني اخش على فاروق واخش على نوره واخش على نوران والناس اللي معانا في الجروب عشان استاذن كل واحد عشان ابعت له الجروب ان شاء الله معانا مش طبعا. ايه ده؟ لا طبعا انتوا كلكم بس هو يعني على فكره انت ممكن تبعت، ممكن يكون عندك رقم تاني، خط تاني باسمك، او عندك جروب قديم ما فيهوش كل الناس طلعت فما بقاش فيه غيرك، فانت بتحط الفيديو اللي عجبك بتحفظه في مكان ما، ولما بيجي بقى الصبح في الوقت المناسب تبعته. اوكي. من 10 ل 10 بقى تبعت. من 10 لو صحيت بقى. طيب رضوى دلوقتي يعني لو في اكتر من جروب موجود عندي، واحد للشغل، واحد لاصحابي، واحد للعيله، واحد يعني الحاجات الكتيره جدا دي اللي موجوده دايما على كل موبايلاتنا دلوقتي، هل يعني لو ما ردتش على حد هنا في الجروب هل ده بيكون برضو يعني عدم احترام للاخرين ومش أيوة الاتيكيت، ولا لما حد بيكلمني بشكل شخصي وعدم ردي عليه هو ده اللي ما فيهوش تقدير، او ان هو ده بيحس ان انا يعني شفته اونلاين وما ردتش عليه فهو بيزعل مثلا، هل في فرق بين الاثنين؟ ده سؤال اكتر من رائع. خلينا انت بتسال على جوه الجروب ومش بتسال على التواصل بشكل انا بعتلك انت مثلا من واحد لواحد. فلو انا جوه الجروب لا انا مش مضطر ان انا ارد على رساله تتبعت لي، تمام أوكي؟ ولكن امتى مضطر ان انا ارد؟ لو حد سال على حاجه بيستفهم بغرض الاستفهام، فانا هنا مضطر ان انا ارد، سواء انا عارف الاجابه او لا انا ما عنديش معلومه عن الموضوع ده، تمام. انا برد عشان ابين الاهتمام ده في الجروب. انما لو انا بشكل شخصي بينك وبين تشات او تواصل بينك وبين شخص بره الجروب، فانت مضطر ان انت ترد. ولكن لو انت ما عندكش الرد دلوقتي او انت مش فاضي دلوقتي، هتبعت رساله زي زمان لما كنا بنقفل على بعض في المسجات، كان تلاقي رساله كده نصيه صمبة كده اللي هي انا مشغوله دلوقتي او انا مش انا في ميتنج، فانت ساعتها مضطر ان انت تبعت على الواتساب
للشخص وتقول له طيب انا هرد عليك كمان شويه 10 دقايق او خلال النهارده او اخر اليوم هرد عليك. فانت مش انت ما عندكش رد او مش قادر ترد او مش قادر تفتح في الكلام، بس النهايه انت بينت له ان انا بهتم بيه، لانه في الاتيكيت القاعده الاساسيه ان انا احترم الاخر. طب رضوى يعني نفسي بحترم حدودي وبحترم الاخر. بصي سؤالين بسرعه جدا 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 عشان خلاص للاسف مفيش وقت. لو انا بعت مسج لحد وعمل سين وما ردش، هل المفروض ان انا اقطع علاقتي بيه مثلا او ما ردش عليه او ما اكلموش تاني او ارجع مثلا اكلمه بعدها بيوم ولا اعمل ايه؟ تاني حاجة استني بس عشان السؤال السؤال راح من دماغي. طب استني قولي لي كده طيب السؤال. جاوبيني طيب لا عشان حد خليني ارد عليكي في السؤال اللي قلتيه عشان ده سؤال حلو قوي وهو السؤال اجابته مضحكة جدا. في حاجة اسمها اتيكيت الزن. يعني اتيكيت الزن حتى الزن هرجو. انا عندي مساحة ان انا اطلب الطلب 3 مرات، فوق ال3 مرات خلاص قطع علاقتي بقى بالشخص ده. قطع علاقتي، مش هسأل السؤال ده تاني او مش هطلب الطلب ده تاني. طيب معلش رضوى كده اخيرا بسرعه كده، امتى اعمل لحد بلوك؟ رضوى التليفون فاصل. رضوى شكرا ليك يا رضوى.